اش كنت بلي قران الثانوي اش كنت يعني بلي سورين غير الجمعيات من بعد كارد غيد ما غادي اسمك كارد غيد غادي اسمك كارد باش انا يعني نعم في الجراح البيئه فوالا اسمك كارد هذا الموضوع البيئه اش كنت باغي لي درسي انا يلا تونتي تيتسنت المؤهلات اللي مقرن بين هاتين المؤهلات سد نعتبها شو سد نعتبها لا داس بزاف الادوار الدور الرئيسي هو انه ديك اماني نعتبها اش كيقولوا لي سد زرام بس تنتكايت بها غون بدون التخصيف ثانيا سدنيت بها يقاين إيه المتنفس الاستجمام الترفيه يمكن اللي يزغن غير المنطقه نيت بها حتى وليد تاش كان برا نيت بها ثروازيام مور ثالثا سدنيت بها ريك توفر ات ليميديتي ريك تكايت الرطوبه في المنطقه تجي ورا تنظر الرطوبه يعني اش كنت لاقي تقريبا 5 مليون متر كوب 5 مليون متر كوب هذه كل نهار كل يس يطلع بارتيغيز ارتغلي سي الناس سو فورم لافابور البخار البخار الماء بطبيعه الحال اللي سكريت الرطوبه في المنطقه الور غير المؤهلات اللي مغلان يعني ونت الكم زعما ان سويرنا ديال المستوى التلوث اللي مقرن بزاف ولكن كي غنزر يعني ولي تاش كنسقي داك السكن الاستجمام اكثر فيه ارفان من نوع يعني لي زور ديالنا في النفايات غير ديك نجا صغيكه يعني مع الوقت غير ندير ديالنا المستوى اللي مقرر تيتسلم الارض ماشي الهيمالايا غير باش هكا شويه تسعر من حيث الارض سلسله جبال الهيمالايا مش كيجي سلسله تلاقي 8 كيلومتر و 851 تقريبا يا نسن من كاس تشكل السلسله يا الحركه من الزين تقريبا 1 سنتيمتر في السنه نيت لابلاك نيت الصفيحه تفكير تقريبا يعني في الاخر 8 كيلومتر يعني ادور انت زعما قلت الحاجه اللي من الزين تيصافي عادي هذه الحاجه من الزين ارتراكم مع الوقت وخرجت في ارتيكل كان النتائج اللي مقر سي شقا سول اتنسو الريح الحاله اللي كان بدا هي تولي دونك غسد مشكل صغير باش نسكر اصم المرحله اللي زوان باش ننقذ البحيرات اش كل انقاذ خصها يبدا قبل اي لي المشكل الانقاذ يبدا قبل المشكل فهم ورا سكو صاد قلنا صافي غير لا ولي تلويت الى ولي عاد اسنسكر مغيلاد ثانيا انسكر التحسيس امتى اللي يقرب من السد طبيعه الحال البصنايت مزال تزنين قرب مني كيسد حتى نكوني في افق ان شاء الله قد غنعاود زون الحملايات باش كل الساكنين اعتبرها يعني اتنخرت نظافه الاوساط البيئيه اش كل بيئه كل ما نسكر سكري خشن انا غادي توري اللوح الزبل يريف تسوى ماس البراج الى غادي اش كنروبيني نرى تنسو سيرتو البلاستيك شكون تسوى نزرين ولي علاش خص البحر ينقي؟ ايه واني علاش زعما ما علاش كتشري التلوث؟ ما قال معناش ما قال يحكي ما قال الفرق كي راه يحكي سيدي التلوث يحكي سوري لا. ما يتلوث؟ لما ايه من بعد ما حتى التلوث لما ما يسكر امل المسد ما يلغوش